كلمة الرئيس أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ. ينضم إلينا من نيويورك الأستاذ صفي الدين دياب مراسل التلفزيون المصري. أهلا أهلا بيك. ألو. أهلا بيك، مساء الخير. أهلا بيك يا أستاذ صفي، إيه الأخبار؟ كله تمام؟ ألو، مساء الخير، هل تسمعني؟ طبعا أسمعك بوضوح جدا. احنا كنا لسه حالا بنتابع كلمة فخامة رئيس الجمهورية سيد عبد الفتاح السيسي ما في الاجتماع المغلق أمام زعماء ودول العالم في مسألة التغيرات المناخية، وتحدث الرئيس على أكثر من نقطة حول أنه المناخ أو التغيرات المناخية هي التحدي الوجودي الأخطر لهذا الكوكب. تحدث عن فيضانات باكستان، الحرائق في الغابات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا بطبيعة الحال الرئيس تقدم بدعوة واضحة رسمية لزعماء وقادة دول العالم للحضور إلى قمة المناخ في شرم الشيخ يومي 7 و8 من نوفمبر القادم، ولكن تحدث طبعا عن الرؤية المصرية، ولكن ماذا عما لديكم في نيويورك وكلمات بقية زعماء وقادة دول العالم؟ بالطبع هنا في داخل قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة المناقشة العامة للدورة 77، يمكن كان قمة المناخ المزمع عقدها في شرم الشيخ يومي 7 و8 كما قال سيادة الرئيس الآن، كان لها زخم كبير جدا داخل قاعة الجمعية العامة. لا تخلو كلمة من ذكر قمة شرم الشيخ وترقب العالم أجمع للتصدي لظاهرة التغير المناخي التي تهدد الإنسان، تهدد المجتمعات، تهدد الشباب، تهدد الأمن الغذائي للعالم أجمع. هناك الكثير من التحديات المفروضة على الساحة الدولية، عبر عنها كل قادة الدول الذين ألقوا بكلماتهم هنا داخل قاعة الجمعية العامة. يمكن كلمة مصر كانت دائما تذكر، اسم مصر يذكر مرة واثنين في كل كلمة وفي كل بيان من البيانات التي ألقيت هنا داخل قاعة الجمعية العامة، وكان واضح جدا مدى اهتمام العالم أجمع بهذه القمة وترقب العالم أجمع للمشاركة في هذه القمة. ويمكن هذا بيرفع سقف التوقعات بحضور دولي كبير جدا على رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، والذي سيكون موجودا على رأس الوفود المشاركة في هذه القمة المرتقبة في مصر. يعني حضرتك أستاذ صفية ذكرت أنه كل زعماء العالم تقريبا ذكروا كلمة مصر في كلماتهم مرة أو اثنتين، كيف كانت تذكر مصر في هذه الكلمات؟ صحيح، الكل بيعقد الآمال على يعني أن يكون هناك حشد دولي، أن يكون هناك توافق في هذه القمة حتى يتمكن المجتمع الدولي من مواجهة هذه الأزمة العالمية الخاصة بالتغير المناخي والتي تهدد مستقبل الشعوب ومستقبل البشرية بأكملها. بالطبع كما تعلم أن هناك الكثير من تلك الجماعات التي تشكك في عملية مصداقية التغير المناخي، ويمكن كل قادة الدول وكل الباحثين وكل المراكز البحثية بتؤكد أن هذا هو الشبح الأخطر والأهم عالميا الآن، خاصة أن عملية التغير المناخي ستؤثر في عمليات الرقعة الزراعية، ستؤثر في عمليات الإنتاج الزراعي والذي يعتبر العمود الفقري للغذاء في مختلف أنحاء العالم. النصف الجنوبي للكرة الأرضية أيضا مهدد بهذه التغيرات، ربما أن إفريقيا أيضا واحدة من القارات والدول الإفريقية أيضا، وهي تعاني نظرا لأن الدول الإفريقية في محل دائما الضحية بالنسبة لعملية التغير المناخي. لماذا؟ العديد من الدول الصناعية بتبص انبعاثات، بهذه الانبعاثات بالطبع بتؤثر على عملية المناخ وتتأثر به إفريقيا. إفريقيا معظمها دول نامية،
ذات إمكانيات اقتصادية محدودة لا تستطيع أن تواجه بمفردها عملية التغير المناخي. لذا لاحظنا أن الرئيس الفرنسي أمس كان شجاعاً وقال علينا أن نقف جميعاً، ودعا المجتمع الدولي بأكمله للتبرع بسخاء لعملية مواجهة التغير المناخي خاصة في الدول النامية. اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه سيخصص حزمة مالية كبيرة لعملية التغير المناخي وعقد الكثير من الشراكات. يمكن الرؤية المصرية كما قالها سيادة الرئيس الآن بتركز على عملية الشراكة في عمليات التنمية ما بين القطاع الخاص، ما بين القطاع الحكومي، ما بين الدول. بالطبع هذه الأمور سيكون لها وقع كبير جدا على يعني إشعار العالم بأهمية التوجه لعمل شراكات استراتيجية واقتصادية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. يمكن هذه هي النقطة التي تبنتها مصر أمام المجتمع الدولي، وهذه نقطة طبعا بتلقى ترحيب كبير جدا لعملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر. بالطبع عملية التحول الاقتصاد الأخضر ستحتاج إلى مزيد من عمليات الدعم الاقتصادي المالي، عمليات الإمكانيات البشرية، عمليات الإمكانيات المادية من المعدات وغيرها. لأنك تعلم أن أفريقيا بالطبع قارة قديمة فيها الكثير من التحديات، هناك الكثير من التحديات مفروضة على القارة الإفريقية، وهي تعتبر أكبر القارات التي ستعاني من عملية التغير المناخي، كما هو الحال بالنسبة لشمال أوروبا أيضا. شمال أوروبا أيضا هو مهدد، هناك مناطق في أقصى شمال أوروبا وغرب أوروبا معرضة للاختفاء بعد عملية سيل الثلوج المتواجدة في المحيط المتجمد الشمالي. هناك مخاطر بتهدد شمال غرب أوروبا وشمال أوروبا، هناك مخاطر بتهدد ألاسكا، هناك الكثير من المخاطر بتهدد الكثير من الجزر الموجودة في المحيط الهندي والمحيط الأطلنطي. كل هذه الجزر بالطبع معرضة للمزيد من الكوارث الطبيعية، وكما قال سيادة الرئيس أن هناك بالنسبة لباكستان الفيضانات كان لها تأثير كبير جدا، يعني هذه الفيضانات بالطبع يمكن كان لها نصيب كبير جدا من التعبير هنا داخل مقر الأمم المتحدة بالنسبة للوفود والدول المشاركة في اجتماعات الدورة 77 واجتماعات الاتفاق الإطارية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتي ستعقد في مدينة شرم الشيخ مدينة السلام في مصر يومي 7 و8 من نوفمبر المقبل. طيب أستاذ صفي، يمكن الرئيس كان يعني ذكر 3 نقاط أعتقدهم 3 نقاط محورية متضمنة في كلامه. أولها أنه نحن كمجتمع دولي نعلم حجم العبء الملقى على عاتق الدول النامية والأقل نموا، وعلينا الوفاء بتعهداتنا المناخية مع الاستمرار في جهود التنمية. ده واحد. النقطة الثانية، هم 4 نقط الحقيقة، أن الدول النامية والأقل نموا بتبذل جهد للقضاء على الفقر في ظل أزمتين هما الغذاء والطاقة وغير مسبوقتين. 3، يجب الإسراع من وتيرة تنفيذ التزاماتنا تجاه هذه الدول بتوفير تمويل كافي لمسألة خفض الانبعاثات والتكيف. وأخيرا تعهد 100 مليار وتعهد مضاعفة التمويل الموجه إلى هذا التكيف. هل ورد في كلمات الزعماء والقادة الموجودين في الأمم المتحدة الآن ما يفيد بأنه سوف يتم اتخاذ خطوات عملية؟ يعني ما هو برضو كلمة الرئيس الفرنسي المتعلقة بالتبرع بسخاء على حد قولكم كلمة برضو غير واضحة. احنا بنتكلم على كارثة محققة قد يعني تؤدي إلى فناء هذا الكوكب. يمكن صحيح بعد بضع مئات من السنين، ولكن هو فناءه بالفعل، ولكن بعد قليل من العشرات من السنين سوف تؤدي إلى مجاعة عالمية. هل العالم مستعد حتى في كلمات بعض القادة والزعماء لأنه يدفع التزاماته؟ هي ليست تبرعا، هي التزامات. هذا العالم هو من يقوم بتلويث الكوكب. 20 دولة الكبار هم من يقومون بتلويث 80% من الكوكب.
صحيح، يمكن هذا ما عبر عنه كناية الرئيس الفرنسي أمس، يمكن كلمته كانت مميزة صراحة في هنا داخل الأمم المتحدة حينما ألمح إلى مسألة الجلاد والضحية. يعني بالنسبة للدول النامية كما تعلم حضرتك أنها معظمها كانت دول بترزق تحت الاحتلال لفترات طويلة جدا، صحيح، كان بيتم ابتزاز ثروات هذه الدول، وسرعان ما خرجت الدول المحتلة وتحولت إلى دول صناعية معتمدة على موارد طبيعية خرجت من تلك الدول الفقيرة والنامية. وبالطبع عادت هذه الثروات في شكل تلوث بيئي أدى إلى عملية ارتفاع درجات الحرارة الأرض، إلى الكثير من الأمور المتعلقة بمسألة تغير المناخ. يمكن عبرت البرازيل عن هذا الأمر، فرنسا عبرت عن هذا الأمر، الولايات المتحدة الأمريكية عبرت عن هذا الأمر اليوم. الرئيس بايدن خصص 3 مليار دولار إضافية لحزمة المساعدات الأمريكية الخاصة بعملية تغير المناخ. كذلك ألمح إلى ضرورة دخول الولايات المتحدة الأمريكية في شراكات مع الحكومات والدول والقطاع الخاص أيضا. هذه أيضا بادرة جيدة من الجانب الأمريكي. أعتقد أن الكل الآن بيفوكس، أو الكل كله يعني بيركز. كل الدول معظمها بتركز على مسألة ضرورة إنجاح القمة القادمة المرتقبة في مصر، على أساس أنها ستكون أمل بالنسبة للبشرية وأمل للمجتمعات وأمل للشعوب للخروج من تلك الأزمة الاقتصادية والغذائية الطاحنة التي تعصف بالعالم، والتي ربما قد زادت بسبب بعض التغيرات السياسية التي طرحت على الساحة في الفترة، أو تعرضت لها الساحة السياسية في الفترة الماضية. ويمكن هذا يمكن حتى دعا الرئيس بايدن إلى أن يقول اليوم على روسيا أن تعرف أن الأسمدة والأغذية معفاة من العقوبات، وهذه إشارة جيدة جدا بتفتح الطريق أيضا لضرورة خروج الغذاء. يمكن هذا النفس يعني هذا الأمر يجعل الناس وكل المسؤولين بتشعر الآن بخطورة الأمر، خطورة تفاقم أزمة الغذاء التي يتعرض لها العالم اليوم. صحيح. أنا بشكرك جدا أستاذ صفي الدين دياب مراسل التلفزيون المصري من نيويورك، كل الشكر ليك.